بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما في الجمهورين والكلام بين الألمانيين وكذا ما عندي معك مشكلة. أنا داير أتكلم أنه كون أنت تختزل مطالب الطلاب الشرعية في أنه دي الجمهوريين فقط، أنا ما معك في الكلام ده. أنا واحد طالب فلوتر في الداخلية هنا، تابع للجنة الداخلية. الناس الجمهوريين اللي انت بتتكلم عنهم ديل هم منفرين في اللجنة، قال انتخبتهم كلية القانون فقاعدين معنا في اللجنة. انا كون طالب بطالب انه الفرن ده عندي دقيق معين بجيني نازل لي هنا يطلع لي عدد دقيقي ده ما انت تيجي تقول لي انا سافح وما اطالب بحقي. بالمناسبة انا بطالب بحقي، انا كطالب هنا عندي دقيق، زول قاعد بهرب الدقيق ده بوديه محلات تاني. اطالب لانه عنده جهة مسؤولة عليه، العمادة والصندوق لازم يضبطوا، ده حاجة عملي. أي التوحيد معاك، أنا موحد والله واحد وكده. أنت قلت أنه هو اللي بيجيب الإنتاج، فهمت؟ فما تاني تيجي تقول ما نعمل، ده ذات سبل عملنا عشان إنتاجنا ده ما يمشي برا، ما يطلع مننا. ما الله قالوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فهمت؟ فامشوا في مناكبها، الله في سورة التبارك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إن سعيكم لشتى. زي ما قلت الدول نهضت بالفكر والصناعة والحاجات الزيدي، صح ولا ما صح؟ عنينا ما قاعدين نعمل وما ننتج، صح؟ مش ده المشكلة؟ فعنينا هنا في الداخلية عندنا إنتاج، مثلا أنا ده إنتاجنا، عنينا نعمل لجنة عشان يقوم لنا إنتاجنا. معنينا ده دنيانا، أدرى بشؤوننا عنينا، صح ولا ما صح؟ ده دنيا ولا ما دنيا؟ ده دين فرن دين ما دين. فبصراحة يعني أنا كونه أنت تختزل لي مطالبي أنا كطالب فلوتر في الداخلية هنا في الجمهوريين فقط، ده أنا ما بختلف معك. تاني أنت بالمناسبة في نقطة ما علقت عليه، أنه الخروج على الحاكم ما بجوز. الزول ده سألك سؤال منطقي جدا. أنا في دارفور، أنا طالب حافظ قرآن، فهمت؟ قريت في خلاوي في دارفور، الناس ديل اعتدوا علينا في الخلوة، ده دين خلوة ده مش محل القرآن، اعتدوا علينا. ما نرد يعني نقعد نكتف يدينا كده يدقونا، ولا هل أنينا ردينا عليهم كفار ما خوارج عبد الواحد وجماعته في جبل مرة، ناس قاعدة تدعي عليهم وفي الغرة خارجي على حسب الكلام ده خارجي، فهمتها؟ أنا زول مسلم قاعد بيصلي وبيصوم وقاعد بعبد ربنا. في ناس اختزلت له الموضوع ده والكيزان والجماعة ديل، إنما الرقية والتمائم والتي ولا شرك، صح ولا ما صح؟ لكن شرك دون شرك، أنت عارف الكلام ده، شرك دون شرك. ما تقدر تقول لي أنه الزول العمل التميمة كافر كفر أكبر إلا إذا اعتقد جازما أنه التميمة بنفع في ذاته، فهمت الكلام ده؟ فما ممكن أنت تجي تقول لي أنه ناس دارفور ديل عندهم تمايم وعندهم تولة، ديل مشركين أبيدهم. ما في زول قال شنو يا أسمع أسمع ما أجي ما أجي ما تشوشوا لي، الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا شيخنا الله يرضى عليك، خليني تبقى كلامي. ما أولا بالأول الناس ديل لما انجو يتعدوا علينا ما قالوا انتم مشركين في ديارنا ولا ما في ديارنا، فهمت؟ وديل كفار والعرض ده ما بقبلكم، ويتعدوا علينا بالكلام ده. انا زول من الناس اللي اتضررت من الكلام ده، فانت مفترض الدين السبيل واضح. هل انا خارجي اذا انا رديت للزول ده جاني في ارضي اتعدى علي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون مالي فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد. صوت كان صح ولا ما صح؟ إن ضرب زهرك وأخذ مالك، أنا ما من جبل مرة ولا في خلوة هناك، ما جيت نزلت في جولو ولا جيت نزلت في نيالا شايل سيف ولا للحكومة، هو جاني هناك، هو جاني، أنا ما أموت دون مالي، هو جاني هناك بالمناسبة، ما جيت له أنا، ده ما أنا ما خرجت له، هو جاني، جاوب لي بالكلام ده صريح كده. طيب قال دار إجابة سريعة، نديك إجابة سريعة. زول اعتدى عليك رباطي لص صايل دافع عن مالك ودافع عن عرضك،
ما في زول قال لك كيف مكتوف الايدي. اثنين قال انه قالوا اقتلونا عشان نحن كفار لانه نحن لابسين التمائم. انا ما سمعت كلام زي ده يعني. حتى وان كان الفتوى منسوبه للكيزان وانا ما بدافع عن الكيزان، لكن برضو القتال ما كان سبب زي ده. هو الكيزان ما كان بيقاتلوا زول عشان مشرك، مشرك ما راقد في الخرطوم هنا اصلا، ما كان بيقاتلوا زول عشان مشرك. هم دعموا البرعي بتاع بيكتب الحجابات منو انت؟ قالوا ما البرعي وناس اللي زي رقاب وبيجاي وناس الكبابيش وناس منو والركين اللي هنا، دول كلهم بدعموهم الكيزان. فيا اخي هم ما قاتلوا لهم زول عشان لابسه تميمه. وان كان تفصيلك جميل انا عجبني، يعني عجبني جدا كونك تقول التميمه دي هي نوعين، تميمه شركي اصغر وتميمه شركي اكبر، وتبقى شركي اكبر لو اعتقد انه التميمه ذاتها بتنفع في ذاتها. يا اخي والله كلامك ده سمي عديل، انا عجبني عديل، ده توحيد وكلام سمح. وكلامك ده انت شفته لو زدت منه وكترته ده اللي بيجيب العيزات وبيظبط لك الفرن، ده التوحيد اللي بيجيب العيزات وبيجيب الرزق. فكلامك سمح يا كتر خيرك والله. بعدين ما بس حته انه قاتلوا الناس عشان هم لابسين تمائم، دي انا ما اظنها معلومه صحيحه، ما اظنها معلومه صحيحه كويس. ولكن في النهايه كونه يقاتلوا زول بسبب زي ده، ده في ده وما هو الجهاد كده اصلا، فما الكلام ده ما مرتب كويس. طيب بعدين قال انه قال ما تختزل مطالب الطلاب في انه جمهوريين دارين يوقفوا المنبر، انما نحن قال عملنا لجنه واجتمعنا ومساله الدقيق ودارين دقيقنا يجينا وحصتنا المطلوبه وما تتباع برا الى اخره. يا اخي انا والله في المطالب دي كلها معكم ما عندي مشكله وما اعترضت عليه اصلا، ولا من برا احنا وجهناه ضد المطالب بتاعت الطلبه. ونحن يا اخواننا تاني من هنا ولا قدام، نحن ذاته اذا المشكله انا قلت لكم بتتعالج، والله الشباب اللي بيجوا ذي كلهم اذا كان من الداخليات الثانيه او شباب اللي بيجوا من برا، والله نعمل شيرين كلنا نحل المشكله دي، ندق شيرين ولا في المنبر ده هنا ما عندنا مشكله اطلاقا، لانه دي ما مساله بتضرني انا. انا ما في النهايه جاي لمصلحتك انت ومصلحتي انا الدينيه ومصلحتنا مع بعض الدنيويه. والله الان لو العندي ده كله سيديري ده لو بيحل المشكله والله املص لك السيدي، والله املص لك، والله جل بتدي لو بتحل المشكله والله اطلع عليك باي حاجه فيها. ما دي ما مشكلتنا يا ولدنا، ولا نحن ضد الحاجه دي اطلاقا يا اخي، عشان ما يجي كل مره واحد زلابيه واحد لقيمات واحد ما تعرف طعميه يا ناس انتوا شنو يا اخي موضوعكم؟ يا ناس احنا ده منبر قاعدين نناقش فيه قضايا شرعيه حلال وحرام، وشي بيتعلق بدين الناس وشبهات وعقائد باطله وناس بيدافعوا عن عقائد منحرفه، شنو يا اخي تصور لنا كله طعميه وزلابيه يا اخي؟ ده شنو ده يا اخي؟ الناس دي ما توعى شنو جيلتكم تجيل كده انتوا؟ يعني احنا نقول شنو اكثر من كده؟ يعني نبقى الموضوع خلاص الركن الجاي عن الطعميه ولا كيف يعني؟ الكلام ده ما بيجي يا ناس يا اخي. فقال نحن طلعنا وعملنا لجنه وطالبنا الجهات المسؤوله انه العيش بتاعنا ما يتباع وما يطلع برا، والله احنا معاك في المطالب دي كلها، ولو فاضي انا ذاتي بجي معاكم، نمشي للجهه المسؤوله بتاعت الصندوق وتقيف معاهم للنهايه لحد ما يطلعوا لك حقك. ده ما حقك، ما في مشكله هنا اطلاقا، ده ما خروج على حاكم، ده اصلا ده ما خروج على حاكم، ولا بتاع الصندوق ذاته حاكم. تقال بتاع الصندوق ده حكومه؟ ده ما حاكم، ده ما زول ماسك الدقيق، قول لي جيب دقيق يا اخي. ده ما موضوع حكومه هنا يا اخي. قال مسألة العمل انه العمل بيجيب الانتاج ونحن ده عملنا، يا اخي ده ما عملك يا شيخ، نحن ما قصدنا العمل بيجيب الانتاج ده، عملك كونك تمشي تجيب الدقيق حقك من هنا. العمل اللي قاصدين انه عمل ابن البلد. العمل اللي بيبني البلد. لما انت ترجع بجد في الاجازه لما تأجز من الجامعه وترجع اهلك في دارفور هناك، ارجع لمزارعك ولمحل انتاجك، المزارع، الحيوان، تربيه الحيوان غيره، ده الانتاج الحقيقي اللي احنا بنتكلم عنه، مش انك تمشي تقلع عيشك من الفرن. وتمشي تكلمهم على الله بكلامك السمح القبيل ده يا اخي. الله يرضى عنك، اهلنا في دارفور هناك لما تمشي لهم بس كلمهم بالكلام السمح اللي قلته بتاع الحجبات ده، انه الحجبات دي شرك ما بتجوز
وما تلبسوه وكذا، وعلقوا عقيدتكم في ربنا. طيب طيب تاني ما اظن في شيء. انا في نقطتين ده انبه عليهم. الاولى انه العلمانيين ده قاموا طالبوا بمناظره تكون في التلفزيون، ده العلمانيين كده شوبروا، نحن لسه ما عرفنا اسمهم منو، وتكون على قناه اظن النيل الازرق، ونحن وافقنا بالمناظره وريناهم ناس المناظرين، وان شاء الله المناظره حسب ما موعود انه حتكون باذن الله تعالى في الاسبوع الجاي ده، حيكون منهم هم ممثلين ثلاثة ومننا نحن ممثلين اثنين، وبيكون فيها حضور، وان شاء الله تنقل اما مباشر او بتنقل بعد يوم يومين وتسجل، فان شاء الله الناس تكون متابعة. حيجيكم اعلان، حتلقوا الاعلان بتاع التوقيت بث المناظرة على فيسبوك باذن الله تعالى. فديل ورطوا رقبتهم، نحن ان شاء الله جاهزين لهم تماما، ودايرين الناس اللي قدام تبقى نجيضة وتناقش نقاش بأفكار هي عرضا على مناهجنا نحن، ونحن بنناقشهم ما عندنا مشكلة إطلاقا في تلفزيون، قناة فضائية، قناة محلية، ما عندنا أي مشكلة. فدير رضوا، ونحن لسه ما عرفنا أسماءهم، لو عرفنا كان أعلننا لكم، لكن جاهزين إن شاء الله. مفترض تكون يوم الأحد تقام، وبعد ذلك تبث في خلال الأسبوع الجاي، وممكن كمان يعملوا منها حلقات في رمضان وكده. المسألة الثانية، عندنا المنبر إن شاء الله حيكون يوم الاثنين، ده حيكون في داخلية طرابورة اللي هي مصعب بن عمير بتاعت جامعة السودان، حيكون يوم الاثنين إن شاء الله. وتلبية لرغبة أخونا جزاك الله خير، قال لابد يقوموا المنبر يكون شغال، فالأسبوع الجاي حنكون شغالين إن شاء الله برضو في المكان ده هنا، وناس الطعمية عليك الله وفروا لنا الكلام في الموضوع ده تاني.